جديد الكلام احمد. معين وعلى اله وصحبه ومن والاه الى يوم الدين. انا حقيقه سعيد بوجودي معكم هنا، وهذه فرصه طيبه ان نلتقي. صوتي واصل؟ واصل. ما اعتقد راح احتاج المايك. وفرصه طيبه ان يعني المؤسسات الصحيه في السلطنه تدري يكون بيننا تواصل معرفي، التقاء في ورش عمل، التقاء في مؤتمرات، وحنا حريصين ان شاء الله على اساس نتواصل معكم كذلك في المجال الخدمي غير المجال التعليمي ومجالات اخرى اللي هي يعني في النهايه راح تصب بمصلحه الصحه العامه باذن الله. الحين ابى اعرف، انا التوك مالي بيكون بالعربي بس في بعض الاشياء بالانجليزي، فما اعرف ايش الوضع عندكم هنا. How many only English speakers here? Only. No, but I understand. Good. Excellent. Excellent. Okay. طيب حقيقة احنا راح نتكلم عن مفهوم الصحة الوراثية اولا كمفهوم عام، من ثم راح نتطرق الى ماهية الامراض الوراثية المقيدة في السلطنة يعني بكافة انواعها، بعدين راح نتطرق الى خدمات الفحص قبل الزواج المتوفرة، ومن ثم راح نتحدث عن المركز الوطني للصحة الوراثية. المركز الوطني للصحة الوراثية اللي يعتبر احنا نسميه يعني درة التاج الصحة في السلطنة، أتى اللي يتوج المنظومة هذه كاملة. راح تتعرفوا أكثر إن شاء الله في عرض مرئي بيكون في نهاية بسيط يعني مدة 4 دقائق عن المركز، عن الخدمات اللي فيه، وبعدين راح نتلقى الأسئلة اللي هي نعتبرها أهم جزء إن شاء الله اليوم، مما يخلق آلية مستمرة متنامية إن شاء الله للتعاون بين مركز الوطني للصحة الوراثية والخدمات الطبية بديوان البلاط السلطاني. تمام؟ طيب طبعا إنشاء المركز الوطني للصحة الوراثية كان أمر طبيعي وكان أمر يجب أن يتم لتنامي التقنيات التشخيص الوراثي في العالم، المخرجات اللي أنتجها، اكتشاف الجينوم البشري، تغيير المفاهيم اللي كنا زمان نعتقد أنها مسلمة بها وأصبح في واقع جديد للتعامل مع الأمراض بشكل عام بمنظور المسببات الوراثية. وبالتالي أصبحت معظم التخصصات الطبية لابد أن يكون هناك رابط وواصل مع المسببات الوراثية. فإنشاء المركز الخدمي حقيقة هو ليس مركز بحثي وإنما مركز خدمي، وأطلق عليه مصطلح الصحة الوراثية الخلايا، عفوا منتريات من الخلايا، وهذه الخلايا تتجمع مع بعض وتتميز عشان تكون الأنسجة. تحتوي كل خلية على نواة بها المادة الوراثية أو ما يطلق عليها مادة الدي ان اي، بس في مادة وراثية طبعا خارج النواة اللي هي موجودة في ما يسمى بمكون الميتوكوندريا، طبعا هذه لها صفات وراثية مختلفة. المادة الوراثية في الكروموسومات أو الصبغيات هي عندنا 22 زوج جسدي وزوج جنسي واحد، طبعا اللي هو يميز بين الذكر والأنثى، الاكس أو ما يسمى بالسيكونسينج اكويبمنتس، وهذه اللي في النهاية راح تبين لي أو راح تقرا لي مكونات الجينات، راح تساعدني على معرفة موقع الطفرة الوراثية المسببة، ماهية الطفرة الوراثية، اختلاف شدة الطفرة الوراثية ما إذا كان في بداية الجين، في منتصف الجين أو في آخر الجين. طبعا أجهزة التحليل الجينوم الحديثة هذه من الدقة بحيث أنها ممكن تغطي 85% بكل دقة من الأمراض الوراثية المعروفة، وبالتالي يعني انتقلنا من 15% في التحليل الكروموسومي ثم إلى 20% في مجال التحليل الكروموسومي الجزيئي، والحين وصلنا إلى 85% في التحليل الدي ان اي بشكل عام. طبعا من المعروف أن عدد الجينات المكتشفة والمحددة الوظيفة هي من 20 إلى 25 ألف جين، كل جين مسؤول عن وظيفة حيوية معينة في موقع معين. طبعا يضاف إلى ذلك جينات الميتوكوندريا اللي عددها تقريبا 39 جين. هذا الرسم البسيط اللي يوضح البدايات من المادة الوراثية في النواة، وهذا الكروموسوم لو أخذ على بعد ونظرة قريبة للكروموسوم راح نشوف المكون الدي ان اي او الدبل هايلكس، هذا يعني مركزه بشكل السلم اللي في النهايه لو نظرنا داخل الدي ان اي راح نحصل المكون اللي هو الجين. فالجين جزء من الدي ان اي اللي هو جزء من الكروموسوم اللي هو جزء من الماده الوراثيه اللي موجوده في النواه. هذه الكروموسومات بالنسبه للانثى والذكر، هذه كروموسومات طبيعيه. يطرح هذا السؤال يعني إذا ولد طفل مصاب، طيب ما احتماليته؟
ولادة طفل آخر بنفس الإصابة، طيب من وين جاتنا احنا؟ أهلنا ما فيهم شيء، أنا ما فيه شيء، زوجتي ما فيها شيء، ولا أخوالي ولا عمي، كيف صارت؟ فهذا المفهوم طبعا من حق السائل أن يسأل، واجب علينا نوضح للصورة. مثل ما قلت بالمعلومات الحديثة اللي طلعت الحين مع تطور التقنيات التشخيصية في مجال تشخيص الجينوم البشري، فأصبح في معلومات يجب أن توصل. لذلك استحدث ما يسمى بالجينيتك كونسلنج أو الإرشاد الوراثي كتخصص، واللي بدأ أساسا في العالم كله من عام 2006. فمن ضمن هذه الأسئلة هي سؤال كيف تورث الصفات الوراثية بين الأجيال. طبعا في عندي نوعين أساسيات من الصفات الوراثية. الصفة الوراثية المتنحية، بمعنى أو ما يسمى بالأوتوسومال ريسيسيف فيتشر أو ديسوردرز، اللي يكون فيها الواحد حامل للصفة أو العطب الجيني لكن لا تظهر عليه الأعراض. احنا قلنا سابقا إن في صورتين للجين، في صورة جاية من الأب وصورة جاية من الأم. المفروض إن الصورتين هما بتناغم ما يشتغلوا. في بعض الأحيان وشيء غير خارج عن إرادة الإنسان وقدر إلهي إن الصفة واحدة أو صورة واحدة تشتغل وتغطي عن والثانية يعني تروح مع الوقت أو ما يكون لها دور. الصفة المتنحية إن عشان يحصل المرض يجب أن تكون الصورتين معطوبات، وبالتالي قد يكون فرد فينا حامل للصفة الوراثية هذه ولا تظهر عليه الأعراض. 51% من مجمل الأمراض في السلطنة هي من هذا النوع، من نوع الصفة المتنحية، يعني 51% من الأشخاص يحملون الصفة المعطوبة لكن لا تظهر عليهم الأعراض. الإشكالية تقع وين؟ الإشكالية تقع لما يلتقوا في زواج الأشخاص اللي حاميها صفة متنحية، بالتالي هناك احتمالية ولادة الطفل مصاب بنسبة 25%، واحد من كل أربعة. عفوا. الصفة الوراثية السائدة. الصفة الوراثية السائدة أن صورة واحدة فقط كافية أو عطب في صورة واحدة كافية أن تظهر المرض، سواء جاءت من الأب أو جاءت من الأم، وبالتالي احتمالية ولادة الطفل مصاب يكون 50%. طيب أنا يعني كأب أو كزوج ولد عندي طفل مصاب بمرض من الصفة السائدة، وبالتالي إذا أنت تقول إن فقط صورة واحدة كافية أن تظهر العطب، إذا أنا الأب ما فيه شيء والأم ما فيها شيء ظاهرة مرضية، فكيف يولد لطفل مصاب بظاهرة أنت تقول لو في العطب موجود عند أحد الأبوين لازم يظهر المرض؟ تتميز الأمراض المرتبطة بالصفة السائدة بحاجة جدا مهمة أو ما يسمى بقدرة الظهور، أو إحنا نسمي الجين بنترانس أو الإكسبريشن مال الجين نفسه. فهذه تختلف من يعني على حسب موقعها، على حسب موقع الجين هذا نفسه ومتى حصلت معه، وعلى حسب المتلقي له. وبالتالي قوة الظهور هذه هي اللي ممكن تظهر في الطفل وما تظهر في أبوينه. طبعا هذا المفهوم الفرق بين الصفة المتنحية والصفة السائدة مهم جدا عندنا في ما يسمى بتقنية البي جي دي. تقنية البي جي دي هي أحد الوسائل المستخدمة لما يكون الأبوين حاملين للصفة المرضية ويريدوا إنجاب طفل ويتأكدوا إن هذا الطفل سليم. هي نفس طريقة الـ IVF أو التلقيح خارج الرحم، لكن اختيار البويضة التي لا تحمل الصفة الوراثية المرضية وزرعها مرة أخرى في الرحم. بالنسبة للأمراض المتنحية الأمر واضح. بالنسبة للأمراض السائدة، لو تم اكتشاف أو تحليل الجين في الأسابيع الأولى، الجنين عفوا في الأسابيع الأولى، أنه يحمل صفة وراثية سائدة، لا يمكن اتخاذ قرار آخر لأنه ما نعرف قوة تعبير الجين هذا لما ينول الطفل أو لا، بعكس الصفة المتنحية اللي هي واضحة. في أمراض احنا نسميها مرتبطة بجنس المورث، بمعنى أن تجي من الأب أو تجي من الأم، تختلف في نسبة أو في نسبة احتمالية التوارث، ومن ضمنها طبعا مرض نقص الخميرة أو المرض الفولي، وهو أحد أمراض الدم الوراثية. فاحنا نعرف أنه يرتبط بالإكس، يرتبط بالإكس، وبالتالي احنا نعرف أن الأم عندها XX والأب عنده XY، تمام؟ فهذه يعني إذا عنده الذكر دائما تظهر عليه شدة الأعراض في الأمراض المرتبطة بالجنس لأنه ما عنده غير إكس وحدة، بينما الأم في غالب الأحيان تكون حاملة. طبعا في مفهوم دائما يتردد في مجتمعنا أن زواج الأقارب هو يعني سبب أساسي لحدوث أو لارتفاع معدلات الأمراض الوراثية. طبعا المعلومة هذه يبالها توضيح أكثر. قبل شوي قلت أن الواحد فينا يشترك في نصف المورثات مع الأب ونص المورثات مع الأم، ويشترك في ربع المورثات مع الأعمام والأخوال، والثمن مع أبناء الأعمام وأبناء الأخوال، وبالتالي يعني كل ما حصل تقارب في هذه الجينات، الجينات المتشابهة أصبحت يعني أقرب لدى الجيل، لدى الأطفال اللي يولدوا. طيب الجينات المتشابهة هذه في بعض الأحيان تكون لصفات خلقية مطلوبة، يعني كالطول، يعني الصفات الجمالية أو طول الجسم أو حتى القدرة أو الذكاء أو النباهة العالية، وبالتالي
زواج الأقارب يعني أحيانا ينتج أشياء محمودة، لكن نفس الوقت لا ننكر إن بعض الصفات بعض الجينات المعطوبة المتنحية راح يكون معدلها أكثر في زواج الأقارب من زواج الأبعاد، وبالتالي النسبة ترتفع في زواج الأبعاد. طبعا احتمالية ولادة الطفل المصاب تكون بين 2.5-3%، ترتفع إلى 4-5% بالنسبة للأقارب. في دراسة أجريت يعني مؤخرا على 2013-2012 في السلطنة، فطبعا هذه النسب زواج الأقارب من الدرجة الأولى اللي هم أبناء العموم وأبناء يعني أو أبناء الخال 24%، الدرجة الثانية 11.8%، طبعا من نفس القبيلة تكون 20.4%، لو جمعناها يطلع فوق الـ50. طيب مثل ما قلت قبل شوي، طبعا معدل أمراض وراثية في زواج الأقارب يرتفع إلى 4%، بينما في الأباعد 2 إلى بالكثير 2.5%. كل فرد يشترك مع عمامه وأخواله في ربع المورثات، أولاد العم أولاد خاله في ثمن المورثات متشابهة، يعني زي البلوك اللي في الكروموسوم، الكروموسومات فيها بلوك من الجينات ينتقل يكون متشابه. طبعا هذه تساعدنا كثير لما نبغى نعرف الجين المسبب لظاهرة مرضية لم يتم تحديد الجين مالها، يساعدنا إن ندرس عائلة من هذا النوع. بهالطريقة هذه راح نحدد البلوك المشترك اللي موجود في الأطفال المصابين، وبالتالي هذا البلوك المشترك في الأطفال المصابين أكيد يحمل جين الإصابة، وبالتالي من السهل إن نوصل لهذا الشيء ونحدده. إيه. مجموعة من العوائل. النسبة اللي عينة. إيه بالضبط. ف 24% كانوا من الدرجة الأولى. و 11 من الدرجة الثانية و 20 و 14 من نفس القبيلة. 1600 تقريبا من كل مناطق السلطنة. طبعا مثل ما كانت قالوا شو عن احتمالية انتقال الصفة المرضية للأولاد بهذه الفكرة. طيب خلينا ناخذ مثال آخر، كيف تنتقل الصفة المرضية في زواج الأقارب. لو أخذنا شجرة العائلة هذه، الجين المعطوب باللون الأحمر الجين السليم باللون الأسود، نلاحظ أن الأم هنا تحمل الجين المعطوب والأب لا، فأنجبوا طفل وطفلة، بعدين حصل الزواج هنا. طبعا حمل الطفل الذكر حمل الصفة المعطوبة من أمه وكذلك البنت، فحصل الزواج هنا وأنجبوا طفل يحمل الصفة المعطوبة، هنا حصل الزواج. تلاحظ من خارج العائلة الأمراض اللي تنتقل بالصفة المتنحية ما لها علاقة بالأقارب، بمعنى أنه ممكن تحصل في الأقارب وتحصل في الأبعاد، ولكن الأقارب هم يعني أكثر يحملون الصفات المتشابهة، يحملون الجينات المتشابهة من غيرهم، وبالتالي لو سئلنا نقول نعم ممكن نحصل التقاء الصفات المتنحية في الأقارب أكثر من الأباعد، لكن لا يستثنوا الأباعد من الفحوصات قبل الزواج في هذا المجال لأن قد يكونوا حاملين لهذا الشيء. وبالتالي حصل أن نتاج هذا الزواج ونتاج هذا الزواج من الأقارب كليهما يحملوا الجين المعطوب، فأصبح يعني حنا نقول 25% في كل ولادة، هناك نسبة 25% قد تتكرر في أكثر من ولادة، يعني 4 أطفال في عائلة أتابعها أنا 4 أطفال لصفة متنحية كلهم وراء بعض مصابين، بينما الاحتمالية هي 25%، طبعا هذه حسبة أخرى، فطفلين مصابين يحملون الجين المعطوب وطفل آخر سليم. بس نروح بسرعة على الإحصائيات اللي متوفرة، طبعا تحتاجنا يعني تجدد مرة أخرى. بالنسبة لأمراض الخلل الكروموسومي، طبعا الخلل الكروموسومي المرض اللي ينتج منه سواء زيادة في عدد الكروموسومات مثل متلازمة داون اللي هي بدل ما تكون 46 تكون 47، أو يكون خلل في التركيب الكروموسومي نفسه، جزء محذوف أو جزء مضاعف مثل متلازمة مواء القط أو شيء المشهورة هذه. فعندي 28.4% من مجمل الأمراض الوراثية في السلطنة هي نتيجة الخلل الكروموسومي بنوعيه. عندي الخلل في أمراض الاستقلاب، أمراض الاستقلاب اللي هي تصيب يعني مثلا فقدان الانزيمات المهمه في عمليه التعامل الغذائي او التمثيل الغذائي، او حتى امراض الميتوكوندريا تشمل في هذا الشيء، فهو 21%. الامراض ذات الصفه المتنحيه 51%. مثال على ذلك امراض الدم الوراثيه اللي هي فعلا تشكل هاجس كبير 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 جدا معنا في السلطنه، ولذلك استهدفت كمرحله اولى في فحص قبل الزواج. طيب نشوف دور الاضطرابات الخلقيه والأمراض الوراثية في وفيات الأطفال. أنا عندي الأطفال حديثي الولادة أو الخدج 37% من أسباب الوفاة عندهم نتيجة الأمراض الوراثية. الأطفال الرضع يكون تقريبا 10%، ما دون أو ما أكبر من ذلك يصل إلى 52%.
فالأمراض الوراثية والعيوب الخلقية تشكل مشكلة كبيرة بكافة النواحي، من ضمنها كمسببات الوفيات. طبعا انا قلت قبل شيء امراض الدم الوراثيه، احنا نعرف ان 10% من العمانيين يحملون جينات الانيميا المنجليه، و3 الى 4% يحملون جينات البيتا ثلاسيميا، و45% يحملون جين الالفا ثلاسيميا، و28% من الذكور يحملون جين نقص الخميره، و12% يحملون من النساء يحملون جين نقص الخميره. طبعا احتماليات ان يولد طفل مصاب باحد امراض الدم الوراثيه هي من 3.4 إلى 5.7 لكل 1000 ولادة حية. طبعا أمراض الدم الوراثية أهم عنصرين فيها هي الأنيميا المنجلية والثلاسيميا. الأنيميا المنجلية مثل ما ذكرنا المثال السابق نتيجة خلل في إنتاج الهيموغلوبين، وبالتالي يؤدي إلى وظيفة مش طبيعية، يعني تتحول أشكال الخلايا الحمراء القرصية تتحول إلى هلالية تكون لزجة، بالتالي لا تؤدي وظيفتها في نقل الغذاء والأكسجين في الأطراف، ما يؤدي إلى انسدادها، بالتالي ينعكس على شكل نوبات ألم متكررة فيما يسمى بالكرايسيس. هذا خلل نوعي. الخلل الكمي في إنتاج سلاسل الهيموغلوبين، في عندي نوعين من السلاسل، سلاسل البيتا وسلاسل الألفا، هي المكونة لمادة الهيموغلوبين. إذا حصل نقص في سلاسل البيتا يسمى بيتا ثلاسيميا، وإذا حصل نقص في سلاسل الألفا يسمى ألفا ثلاسيميا. المرض المتعب والمرهق عندنا هو البيتا ثلاسيميا وليس الألفا. الألفا في حد ذاته لا يشكل مشكلة مرضية معنا في المجتمع العماني، وبالتالي تركيزنا على موضوع البيتا ثلاسيميا يحتاج إلى نقل دم متكرر تقريبا شهريا، طبعا مع سلبيات ذلك، واختار نقل الدم. طبعا جودة الحياة عند الطفل المصاب تكون يعني جدا سيئة، وبالتالي وعلى طول حياة يعني للأبد، ما يكون في حل آخر. من أهم الأمراض الخلل الكروموسومي، ومن أهم الأمراض على مستوى العالم المسببة للإعاقة الذهنية، هي متلازمة داون. متلازمة داون ذكرنا أن كروموسوم زائد في منطقة 21، في الزوج 21 بدل ما يكون 2 يكون 3، وهذا نتيجته أن المفروض أن الأم تعطي نص كروموسوماتها والأب يعطي نص كروموسوماته من أجل تكوين كروموسومات واحدة. أحيانا والمطلوب عشان الأم تعطي نص كروموسوماتها يحصل انفصال أو انقسام في الخلايا الجنسية، كذلك بالنسبة للرجل. أحيانا يحصل إيش؟ أن يكون في ضعف في فصل الكروموسوم رقم 21، مما يؤدي على أن الأم تعطي كروموسومين والأب يعطي كروموسوم واحد كما هو مطلوب، فبالتالي 3 كروموسومات. ماذا يعني ذلك؟ يعني جرعة زائدة من الجينات غير مطلوبة، وهذه الجرعة الزائدة من الجينات يجب أن تتفاعل مثل ما هو مطلوب منها، بالتالي تنتج الصفات الظاهرية المرضية المعروفة المتلازمة داون، اللي أهمها الإعاقة الذهنية وضعف العضلات. هذا طبعا مثل ما انتم شايفين تقييد الحالات. طبعا المكان الوحيد اللي كان يحصل فيه تحليل كروموسومات هو مركز الفحص اللي كان موجود في دار سيت، اذا تعرفوه، في مختبر صغير كان. طبعا بعد ما انتقلنا للمركز هنا اصبحت الامور اكثر تقييدا. ف 2012 كان هذا العدد، 13 كان كذا، 14 كان كذا. معظم الحالات في عمان ترسل لنا في المركز، وبالتالي نعتقد ان احنا يعني فعلا حصرنا كل الاعداد. في نظرية كذا إن المسبب لمتلازمة داون مرتبط بعمر الأم، ونفاجأ إن في أطفال ينولدوا بمتلازمة داون لأمهات في سن 18 و20. بالتالي القاعدة هذه ليست يعني قاعدة ثابتة وصحيحة، لكن ليش ربطوه بعمر الأم؟ مثل ما قلت قبل شوي، المفروض في بروتينات تعمل على انفصال الخلايا، يعني الخلية موجودة ويتم إرسال يعني خيوط كذا تفصل الكروموسومات، ثم تنقسم الخلية إلى خليتين كل واحدة تحمل نصف العدد، تروح هذه تلتقي مع الخلية الذكر وكذا. هذه ببساطة النظرية. طيب إيش ارتباط عمر الأم بهذا الموضوع؟ مش فقط في داون، لا، في كل الأمراض اللي يحتاج اللي يكون فيها زيادة في عدد الكروموسومات. يعني عندنا مثلا حاجة يسموها زيادة في كروموسوم 13 وزيادة في كروموسوم 18، وهذا الداون سندروم زياده كروموسوم 21. هذه اهم 3 امراض الخلل الكروموسومي الزايد في عمان. اللي يحصل ايش؟ ان مع كبر عمر الام البروتينات المطلوبه من اجل انها تفصل هذه الكروموسومات تكون ضعيفه. طيب ليش ما يحصل نفس الشيء بالنسبه للذكر او الرجل؟ الفكره ببساطه ان عمليه الانقسام الخلايا الجنسيه عند الانثى تبدا وهي جنين. احنا نعرف ان انقسام الخلايا يمر على مرحلتين، الخلايا الجنسيه بالذات، فعند الأنثى يتم على مرحلتين. المرحلة الأولى تنتهي قبل الولادة ويحصل البوز أو التوقف إلى مرحلة البلوغ،
9 أو 11 سنة، بينما الذكر لا، في حالة البلوغ يتم الانقسام وبالتالي لا يعاني من هذه المشكلة. طيب الحين الفترة هذه من الولادة لحد 11 سنة، منطقة يعني بوز هذا اللي واقف يؤدي إلى ضعف هذه البروتينات. طيب إيش أضاف لنا علم التشخيص الجيني وقراءة الجيني والبشري والمنتجات الحديثة هذه؟ إيش أضافت لنا المفهوم متلازمة داون؟ أضافت أن هناك مجموعة من الجينات موجودة في كروموسوم 21، هذه الجينات معطوبة، وبالتالي من يحمل هذه الجينات المعطوبة معرض أن ينجب طفل مصاب متلازمة داون. طبعا 12% بالنسبة للنساء و 5-6% بالنسبة للرجال. بالتالي تحديد هذه الجينات راح يساعدني أكثر على توقع أن هذه المرأة راح يكون عندها خطر إنتاج داون، أو هذا الرجل راح يكون عنده خطر إنتاج داون. فهذه المفاهيم اللي كنت أقولكم كانت سابقا مسلما نعرف عنها ومسلما، الحين تغيرت نتيجة هذه المخرجات الحديثة. طيب الفحص قبل الزواج كمفهوم هو قيام الخاطب والخاطبة بإجراء فحص لأمراض معينة، معروف أن هذه الأمراض تنتقل من الآباء إلى الأبناء بالتزاوج كمفهوم عام. طيب ممارسة الفحص قبل الزواج في عمان بدأت باستهداف أمراض الدم الوراثية. ليش؟ لأن أمراض الدم الوراثية تشكل البلك الأكبر أو 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 الحجم الأكبر من الأمراض الوراثية، ومن الطبيعي كفكر يعني استرشادي أو فكر الاستخدام الرشيد للموارد أن نتجه إلى الإحصائيات الأكبر، فكان الاتجاه إلى أمراض الدم الوراثية. أمراض الدم الوراثية طبعا خذت يعني عشان تقوم بالفحص يجب أن يكون المتلقي مقتنع، وعشان يكون المتلقي مقتنع يجب أن تسعى في عملية التوعية والتثقيف والتفاعل والتواصل المجتمعي. هذا مشوار طويل، احنا يعني ما زلنا نعتقد إلى الآن إن محتاجين إلى سنوات أكثر، محتاجين إلى فعاليات أكثر، من ضمنها طبعا إن الحين نكلم الكادر الطبي في مجالات مختلفة من أجل أن يوصل هذه الرسالة لجميع اللي يتعامل معهم. مثل ما قلت هو التوجه فقط لأمراض الدم الوراثية، لكن في وجود المركز عندنا وعارفين أن 51% من مجموع الأمراض الوراثية في عمان هي من الأمراض المتنحية، أحيانا نشخص جينيا أو نحدد العطب الجيني أو الطفرة الجينية المسببة لمرض وراثي معين عند أسرة معينة، حالة جات العيادة، صفات خارجية، تحليل الدي ان اي، اكتشاف الجين المعطوب، تحديد ماهية المرض، ان هذا المرض ينتقل بالصفة المتنحية. اذا العائلة هذه نتعامل معها ونوفر لها خدمة الفحص قبل الزواج عن هذا الجين بجانب امراض الدم الوراثية. فالحين المتاح للجميع امراض الدم الوراثية، بس في عائلات لما نشخص حالة معينة عندهم نوفر هذا الفحص للأفراد المقدمين على الزواج من هذه العائلة، على أمل إن شاء الله في الشهور القادمة لما نفعل الأجهزة الحديثة اللي وصلت عندنا لأجهزة تحليل الجينوم الثالث إن نوفر هذه الخدمة للجميع بإذن الله. طيب طبعا وجود مرض وراثي في العائلة، الزوجة والزوج يحملون مرض وراثي يمكن توريثه من الأبناء، أحيانا واحد مقدم على الزواج سمع من أهله إن في عندهم حد كان عنده كذا كذا، فيروح يسأل الطبيب عن هذا الموضوع، لربما طبعا الطبيب يقوم برسم شجرة العائلة والتحديد فعلا إذا كان مرض وراثي أم لا، إذا كان يقدر يقدم لخدمة الفحص قبل الزواج. أحيانا يكون في يعني تكرار الإسقاط، يعني في خلل كروموسومي اسمه خلل كروموسومي انتقالي متزن، يعني جزء من كروموسوم عند الأم أو الأب بس غالبا عند الأم ينتقل من موقع إلى موقع، يعني مثلا من 4 إلى 21، من 21 إلى 4، هذا يسمونه متزن، لذلك ما عنده مشكلة مرضية. لكن لما يبدأ في الإنجاب وإحنا عارفين عشان 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 يعطي خلية والأم تعطي خلية إيش اللي يحصل؟ تنفصل هذه الكروموسومات. طيب إذا الكروموسومات فيها خلل متزن، يعني جزء رايح هنا وجزء رايح هنا، لما تيجي مرحلة الانفصال ما تكون طبيعية، يكون فيها خلل شديد، بالتالي يحدث إجهاض أو إسقاط مستمر أو طفل متوفي. طبعا وجود إصابة بأنواع معينة من الأورام في العائلة، عندنا مثلا أمراض سرطان القولون أو سرطان الثدي، طبعا مجموعة السرطانات 10% منها وراثية، بالتالي إذا تم اكتشاف طفرة وراثية مسبب لمرض السرطان، ناخذ مثلا سرطان الثدي، جميع النساء في هذه العائلة يجب أن يتم عليها المتابعة، سواء متابعة فحص الماموغرام أو الأشعة، مراجعات دورية، ومن ثم إذا عندنا الطفرة في العائلة هذه نسوي فحص الجينات كامل أو فحص الجين هذا لكامل أفراد العائلة، وكذلك سرطان القولون وشبيهه. يعني
احيانا يكون عندنا طفل نلاحظ الام من عنده تاخر في النمو او مشاكل صحيه اخرى، يجب ان يلجا للطبيب المختص بالامراض الوراثيه من اجل متابعه هذا، لان مجرد متابعه الطفل هذا ممكن تؤدي في النهايه الى اكتشاف طفره وراثيه في هذه العائله وتخدم العائله كامله. طبعا الفحص قبل الزواج يشخص المرضى والتاكيد من التشخيص الموجود، يتم النقاش على المتوفر معانا او الغير متوفر، او اذا بالامكان ارسال الخارج او غيره كذا. مهم جدا لما دائما لما يكون عندك مشكله وراثيه، اعتقد ان المعرفه بها وتلقي المعلومه بشكل كامل راح يساعدنا كثير على التعامل معها. المهم جدا تعامل مع الطفل المصاب بمرض وراثي او متلازمه خلقيه في العائله، هذا مهم جدا في مجال توفير الاجواء المناسبه ورفع جوده الحياه لهذا الطفل كي يكون عضو منتج في مجتمعه وليس عاله مثل ما هو متوقع. طبعا عمليه الارشاد الوراثي يتم النقاش في هذا المجال ووصف احتماليه تكراره بالنسبه للولادات القادمه. وطبعا مثل ما قلت قبل شوي في تقنيه اسمها تقنيه البي جي دي، وفي تقنيات كثيره، يعني زوج وزوجته حاملين نفس الصفه المرضيه، هل يدخلوا في تجربه الانجاب ويعيشوا على امل 25% او لا؟ هناك تقنيات هي صحيح صعبه ومعقده ونسبه نجاحها حاليا لا تتعدى 30%، لكن هي الطريقه الوحيده اللي موجوده لتاكيد انجاب طفل مصاب. ما كذا بس، في بعض العوائل مثلا يكون عندهم طفل مصاب بنوع من انواع الانيميا او الثلاسيميا حتى. يتم تهيئتهم لما يسمى بعمليه زراعه النخاع او الخلايا الجذعيه. طب انت عشان تهيئ هذا الشيء محتاج الى متبرع متطابق او مطابق او متماثل، صح؟ وتقعد تدور وتضيع وقت. تقنيه البي جي دي ممكن ربطها بما يسمى يعني مش اختيار البويضه الملقحه السليمه، لا، بويضه ملقحه سليمه ومتماثله. يعني ممكن انجاب طفل سليم يكون يعني بعد الولاده مباشره يتم اخذ من الحبل السري كميه من الدم من اجل زرعها في الطفل الاخر اللي هو شقيقه المصاب بهذا المرض. وبالتالي التقنيات هذه راح توفر لنا حلول كثير ان شاء الله. طيب طبعا مثل ما قلت قبل شوي، هو الفحص اللي عندنا حاليا فقط يتركز كخدمه عامه على هذه الامراض. لكن مثل ما قلت، اذا اكتشفنا طفره وراثيه في عائله معينه مصابه بمتلازمه خلقيه، ممكن نوفر هذا الفحص لافراد المقدمين على الزواج من هذه الاسره، او حتى ممكن يتوسع لنفس القبيله. بس نظره سريعه لتقسيمات الامراض الوراثيه بشكل عام. عندنا امراض الخلل الجيني الواحد، هذه توارثها سائده متنحيه مرتبطه بالجنس المورث او الميتوكوندريا او الامبرنتنج. في مثل ما قلت صورتين الجين اللي موجودات في كل موقع في الكروموسومات يجب ان تعمل من اجل اداء الوظيفه. وهذه عمليه تحصل كذا يعني بدون ما يكون للانسان دور فيها احيانا. احيانا يكون لا، فقط الصوره اللي جايه من الاب هي يجب ان تعمل لهذه الوظيفه، او الصوره اللي جايه من الام هي يجب ان تعمل لهذه الوظيفه. كيف تحصل هذه العمليه؟ هذه العمليه تحصل عن طريق يعني اعطاب هذا الجزء ثم اعطاب هذا الجزء فقط. طيب احيانا انا عندي صورتين من الجين والمفروض ان الصورتين يشتغلن، اذا غابت وحده تشتغل الثانيه. لكن لما يكون فقط الصوره اللي جايه من الام هي المهمه، او الصوره اللي جايه من الاب هي المهمه، اذا حدث حذف في هذا المجال ينتج المرض. يعني عندي حذف في الصوره اللي جايه من الام بينما الصوره اللي جايه من الاب شغاله وموجوده، لكن في مرض. لان في هذه الوظيفه بالذات المطلوب فقط الصوره اللي جايه من الام، والعكس بالنسبه بعض المواقع وبعض الامراض الاب. فهذه احد انواع الامراض الوراثيه اللي وظيفت. طبعا الكروموسومات عندي خلل عددي، خلل تركيبي، او خلل غياب، او يعني اجزاء من الكروموسوم تكون محذوفه. في امراض احنا نسميها امراض متعدده الاسباب. يعني مثلا في بعض العوائل يكون منتشر معاهم مرض، خلينا نقول مثلا امراض القلب. بعض العوائل منتشر معاهم امراض السكري، بعض العوائل وهكذا. هذه الامراض في تفاعل بين، لو تخيلنا خط، هنا الطفره الجينيه او العطب الجيني وهنا البيئه. كل ما قربت مع بعض كل ما كان تأثير البيئة على الجين هذا أكثر، كل ما ابتعدت المسببات البيئية أيا كانت المسببات البيئية هذه، كل ما كان الجين المعطوب غير مؤثر. بالتالي هذه الأمراض يسموها الأوراث المتعددة الأسباب. إذا توفرت الظروف البيئية ممكن يظهر المرض، إذا ما توفرت الظروف البيئية ما يظهر المرض، برغم أن الجين أساسا معطوب وما قادر يؤدي وظيفته. في نوع طبعا هي أمراض الطفرات المكتسبة اللي تؤدي الى حدوث امراض سرطانيه، طبعا هذه لا تورث.
لكن ممكن تحصل طفره نتيجه تعرض للاشعاع، نتيجه تعرض لتغذيه معينه سيئه، نتيجه يعني اسباب كثيره ممكن يحصل الطفره الوراثيه اللي تؤدي الى حدوث السرطان. سريعا بس كذا، طبعا الانيميا المنقليه مثل ما قلت قبل، هذا الخلايا الطبيعيه لما تمشي قرصيه الشكل وتقدر تدخل، يعني كل ما ضاق الشرايين والاورده هذه عشان وظيفه الدم الوصول لكل مناطق الجسم. بينما في المنقليه لا، تتحول الى هلاليه الشكل ولزقه فتسكر المجرى وما يوصل الدم، ويتم التنبيه عن هذه النقطه نتيجه الالام او يسمى كرايسيس. يعني بعد ما يعدي الطفل عمر 6 شهور تلقى ايده ورجله كذا انتفخت وصار فيها الام شديده، هذه بدايه مؤشر اول كرايسيس او اول ازمه للطفل المصاب بالانيميا المنقليه. طبعا هذه الخلايا هذه نشوفها تحت الميكروسكوب. هذا شكل الخليه المنجليه وهذا شكل الخليه الطبيعيه. طبعا تكلمت قبل ايش الطفره اللي تحصل، هو التغيير اللي حصل هنا، الاي تغيرت الى تي فصار انيميا منجليه. طيب طبعا هذه سريعا كذا نسب التوارث، اذا حامل وسليم، اذا سليم وسليم، اذا اثنينهم حاملين، اذا مصاب وسليم او مصاب وحامل، هي نفس الفكره. يعني المرض ما يظهر الا اذا اجتمعت الصفتين او الجينين المعطوبين في الشخص نفسه، وبالتالي تظهر عليه الامراض الاعراض. طبعا نقص الخميره احنا في عمان يعني نكاد او يكاد يطلق عليها مرض نتيجه التركيبات الجينيه اللي فيه في عمان من اخف الانواع، لكن لا يمنع ان عندي في بعض الحالات خاصه الاطفال الذكور حديثي الولاده احيانا يحصل لهم تكسر حاد في الدم مما يستلزم عمليه يعني احيانا نقل دم واحيانا استبدال وغيره كذا، فتكون وضعهم وايد صعب اذا تعرضوا لهذه العوامل. لذلك دائما لما يكون الطفل او الاب والام من ضمن فحص قبل الزواج عندهم احتماليه ولاده الطفل مصاب، ننصح ان اليومين الاوليات بعد الولاده يتم مراقبه الطفل في الحضانه عن الصفار او الصفر اللي هي طبعا مخرجات تكسر الدم. انا اعرف في حاله يعني في البحرين، لمجرد انه فقط ما انك اكل فول، لا بس مشى في حقل الفول، يعني مجرد انه شم الفول بس حصل له تكسر حاد في الدم وطبعا ادى الى الوفاه. لكن عندنا في عمان لا، الحمد لله ما في هذه الاشكاليه. هذا طبعا شكل ثلاثي الابعاد للجين الجي 6 بي دي. هذه ببساطه وظيفه الجي 6 بي دي. الجي 6 بي دي وظيفته ان احيانا الخلايا الحمراء تتعرض لمواقف كثيره، الجفاف الشديد، تتعرض للالتهاب الشديد، بالتالي يجب عليها ان تتحمل هذه الاجواء وتحمي الجدار المغطي للخليه الحمراء، يتم حمايته عن طريق هذا الجين كي لا يتكسر نتيجه هذه الظروف. لكن لما يحصل نقص وظيفي او نقص كمي في هذا الموضوع تتكسر الخلايا عند اول مواجهه، وطبعا يعتبر ليش سموه الفولي؟ لان ماده الفول نفسها هي اللي تؤدي الى هذا الوضع بشكل اسرع من كذي. طبعا احنا تكلمنا عن امراض الخلل الكروموسومي، يعني على سبيل المثال متلازمه داون تشوفوا هنا المفروض فيه يكون كروموسومين، لا في ثلاثه، بالتالي في جرعه زياده من الجينات وهنا تظهر المشكله المرضيه. تكلمنا عن موضوع الانتقال المتزن، يعني جزء من الكروموسوم ينتقل الى جزء اخر بشكل متكامل، وبالتالي ما يظهر عليه الاعراض لانه الجين اللي هنا راح يؤدي وظيفته والجين اللي هنا راح يؤدي وظيفته. الاشكاليه لما يتم الانجاب، احنا عندنا عمليه لما قلت لكم تنفصل الكروموسومات، هي ما تنفصل وبس، لا، الكروموسومات هذه عايشه مع بعض تمام. لما جاءت مرحله الانفصال لازم يتودعوا من بعض، يعني يتعانقوا، يلا مع السلامه بروح عنك وكذا. احيانا بعض الكروموسومات يحب ياخذ ذكرى من الكروموسوم هذا قبل يروح عنه، فياخذ قطعه منه تمام، وهذاك الثاني ياخذ قطعه منه. ولذلك احنا عندنا بعض الصفات اللي تكون في اجدادنا، يعني صفات في اجدادنا جات في الاحفاد من انتقال هذه القطعه اللي تم اخذها في عمليه الانفصال الى ان وصلت. بعض الكروموسومات لا، يعني تكون يعني ما طيبه، ياخذ القطعه من زميله وما يعطيه، بالتالي يسلمه كذا ناقص. فلما يوصل لمرحلة الأطفال يوصل مرحلة الكروموسومات اللي جاية من خلل الحذف في هذا الكروموسوم. بس صورة بسيطة كيف يتم الانفصال. طبعا هذه المرحلة الأولى اللي كنت أتكلم عنها اللي تتوقف حال ولادة الأنثى، وثم تبدأ المرحلة الثانية اللي هي بعد ما يتم سن البلوغ. المرحلتين في الذكر يتم في نفس وقت البلوغ. طبعا تكلمنا عن الطفرة الوراثية، طبعا مثل ما قلت هي
حدوث خلل في 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 ترتيب الاحماض النوويه والامينيه، يعني يحدث حذف في الماده، اضافه في الماده، يغير التركيب المعروفه. والتركيب هذه مثل الشفره، يعني تي سي جي اي تي سي جي وهكذا، شفره. هذه الشفره لو حدث فيها حذف تغيرت، يعني انا مطلوب مني انتج بروتين معين، فالحين لا ما اعرف اللي جابل لي اياه انت ما بنفس البروتين، اذا برع ما في بروتين، اذا في مرض. بالتالي التغيير يحصل نتيجة ترتيب القواعد هذه بالفقدة والإضافة. خلينا نشوف مثلا أمثلة. هنا مثلا هذا المورث الأصلية حصلت طفرة ضياع أو حذف، هنا المورث الأصلية حصلت طفرة إضافة، هنا المورث الأصلية حصلت طفرة استبدال. راح أعرض لكم مثال حيوي من 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 عملنا. طبعا نموذج بسيط، هذا البروتين الطبيعي، هذه سلسلة الجين، السلسلة اللي تكلمنا عنها، وطبعا كل ثلاث قواعد تنتج حمض أميني بهذا الترتيب، وهذا في النهاية شكل البروتين اللي بيطلع من الخلية اللي بيؤدي الوظيفة أيا كان، في الكبد، في الأمعاء، القلب، أي جميع الوظائف الحيوية. طيب هنا حصل تغيير، لو تلاحظوا الـ A تحولت إلى G، ولكن نفس الحمض الأميني، يعني الحمض الأميني له أكثر من شفرة، في بعض الحمض الأمينية لها أكثر من شفرة، مش شفرة ثابتة، فحصلت الطفرة أنتج نفس الحمض الأميني، بالتالي ما حصلت مشكلة. في كل لحظة احنا عايشين فيها، في كل لحظة في اليوم تحدث معانا ما يسمى بالدي ان اي ايرورز، عملية انقسام الدي ان اي داخل خلايانا يحصل فيها يعني اكثر من 600 او اكثر من 600,000 خطأ. كل خطأ في هذا كفيل ان ينتج مرض سرطاني، كل خطأ من 600,000 هذه اللي يحصل في اليوم في كل خلية ممكن ينتج مرض سرطاني. لكن عندنا جينات مسؤولة عن التصحيح، عملية يعني إنتاج الـ DNA مستمرة، حصل خطأ تجي جينات معينة وظيفتها للتصحيح ويتمشي السلسلة، أحيانا ما يحصل هذا الشيء وبالتالي ينتج أمراض سرطانية. عفوا، هذه الصورة الأخيرة اللي شايفينها، حصلت الطفرة في هذا الحمض، الجي تحولت إلى الجي تحولت إلى A، وبالتالي أنتج حمض أميني آخر مما أدى إلى إنتاج بروتين غير وظيفي ما يعمل، فهذا شكل البروتين غير طبيعي. طيب مثال سريع كذا، هذه كذا احنا نقرأ التحليل الدي ان اي معانا في الـ في الـ في الأجهزة اللي معانا، نقرأ بهذا الشكل، يعني هذه السلسلة الطبيعية، لو تلاحظوا الموج هذه ترمز إلى تي، يعني في سوفت ويرز موجودة، احنا بعد ما نحلل الدي ان اي وندخله في المجال هذا يقرأ لي الشفرة كاملة، فالتي هذه هي الطبيعية، تحولت التي إلى A، بالتالي أنتج حمض آخر، يعني حمض الفي تحول إلى دي في الموقع هذا. طيب نبغى نتأكد أن هذه الطفرة فعلا طفرة مرضية، المرحلة القادمة نقارن سلسلة الأحماض الأمينية هذه بعدة كائنات، يعني كائنات مشابهة في حمض الأمين، طبعا نتشابه احنا مع الكائنات الأخرى لكن بنسب مختلفة. فمثلا الإنسان هذا الحمض موجود مطلوب، الفي مهم جدا. طيب هل هو مهم في كائنات اخرى، يعني مثلا في الماوس او في الجرذ او في يعني الدوغ والكات والزبرة فيش، لازم يكون 5 ماميليان او 5 ثدييات وواحدة تشيكن وواحدة فيش، يعني 7 كلها هذه لازم تمر عليها وتتأكد ان الحمض الاميني فعلا مهم فيهم كلهم. طيب اذا الحمض الاميني مهم فيهم كلهم، اذا لو غاب معناته مشكلة مرضية. هذه المرحلة الثانية، ففعلا مثل ما تلاحظوا الفي مهم جدا في جميع هذه الطوائف، بالتالي عفوا هذه الكائنات، بالتالي التغيير له أدى فعلا أو مهم جدا أو significant. مثال آخر سريع كذا، لو تلاحظوا عدد الجي كم هنا، هاي الطبيعي، فحذفت الجي، طبعا لما تحذف الجي أو أي قاعدة عندي سلسلة طويلة تبدأ من الـ A وتنتهي بالـ T، عددها 86، حذفت قاعدة وبالتالي حصل ايش؟ ان القاعدة اللي جنبها رجعت، اذا حصل توقف مبكر لانتاج البروتين. التوقف المبكر يعتمد، هل توقف مبكر كامل يعني ما اعطاني ولا جزء من هذا البروتين، او توقف كامل حرم البروتين كله، لذلك تلقى بعض المتلازمات اعراض مثل ما هي في الكتاب كاملة، لكن تلقى نفس المتلازمة لا نص الاعراض بعض منهن، بالتالي هذا ممكن مرجعه لكمية او موقع توقف البروتين من الانتاج. مثال آخر، الجي هاي تحولت إلى A، بالتالي الحمض الجي تحول إلى R وأنتج المرض الوراثي. هذه مكونات الجين نفسه، الجين عبارة عن سلسلة فيها مناطق
كذا بلك كبيره مهمه هذه، وفي مناطق تربط بينهم. فلما نشوف موقع الطفره ونحدده، لو تلاحظ موقع الطفره موجود عند مدخل الغشاء نفسه، غشاء الخليه. يعني الجين طبعا عشان يطلع من الخليه هذه ويؤدي وظيفته، احيانا يحصل الطفره تمنعه من انه يطلع من الخليه. طيب كيف نعرف؟ يعني مثلا خطوره هذه الطفره مختلفه عن هذه الطفره، وخطوره هذه الطفره مختلفه عن هذه الطفره، بحسب موقعها وبحسب تاثيرها. سريعا بس كذا، طبعا المركز الوطني للصحه الوراثيه انشئ ليتطور. يعني احنا عندنا في وزاره الصحه سياسه دائما نمشي عليها، احتياجات مبنيه على احصائيات دقيقه، توفير الامكانيات مع الاستخدام الامثل من اجل احراز نتائج افضل ومستمره. هذه القاعده دائما نطبقها. احيانا يكون عندنا مشكله مرضيه بس مم شكلها هاجس كبير، فنحاول نحطها بعيد عن الاولويات، دائما نتجه للاولويات. بالتالي انشاء المركز الحين، يعني بدينا اول شيء بمختبر السيتوجينيتيك او التحليل الخلوي، الحين وصلنا الحمد لله الى تحليل الجينوم الثالث، ونطمح ان شاء الله ان نوصل حتى ما يسمى بالوراثه الدوائيه، اللي هي مراجعه استجابه بعض المرضى للدواء، وبعضهم ما يستجيب مع نفس الاعراض لذات الدواء او حتى يسبب له اثار سلبيه، وماشيين ان شاء الله. طبعا هاي سريعا عن المركز، تكلفه انشائه، المساحه، متى انشائه، خططنا في الاستراتيجيه، خدمات صحه وراثيه على اساس مثل ما قلت منهجيه تقييم الاحتياجات والاولويات والبراهين المستخلصه من الاحصائيات. المركز ينقسم الى ثلاث اجزاء. العيادات التخصصيه حاليا عندنا عيادة التشوهات الخلقية، عندنا عيادة متلازمة داون، عندنا عيادة الإرشاد الوراثي، عندنا عيادة أمراض الاستقلاب أو الميتابوليك ديسوردرز، وفي طور إن شاء الله ننشئ عيادة الكارديوجينيتكس أو أمراض القلب ذات المسببات الوراثية. طبعا تعرفوا أن في بعض الأمراض هي نتيجة خلل في انتظام نبضات القلب ما يؤدي إلى وفاة مفاجئة، وهذه أحيانا يكون في بعض العوائل. أهمية تحديد الطفرة الموجودة في هذا النوع على أساس نقدم النصيحة للأشخاص المصابين أو الحاملين لهذه الطفرة في هذه العائلة عشان ما يتعرضوا لمثل هذه الأزمة. كذلك أمراض التكيس الكلوي اللي هي النوع السائد، النوع السائد اللي تظهر الأعراض فقط لما يكبر الإنسان، يعني يولد بالطفرة ما عنده مشكلة، في سن كبير تبدأ عند التكيس يحصل فشل كلوي مما يستلزم عملية زراعة كلى. تحديد الشخص هذا بالطفرة هذه ممكن يوفروا له برنامج علاجي معين يأخر ظهور هذه الأعراض أو حتى ما تظهر معه إلى نهاية حياته. كذلك في مرض اسمه مرض الهانتينغتون. مرض الهانتينغتون هو من نوع الوراثة السائدة اللي تظهر الأعراض فقط لما يكبر الإنسان، يعني يولد بالطفرة ما عنده أي مشكلة، يمارس حياته، يبدأ في سنة 30 تحصل معه الرعشة العصبية هذه، ثم يفقد اتزانه، ثم يصاب بالتهاب رئوي حاد نتيجة ضعف عضلات الصدر، ثم الوفاة. بالتالي تحديد هذا الشيء ممكن توفير بعض الأدوية من أجل تأخير هذه الأعراض، وفي النهاية يعني إضافة عمر آخر، أو يعني يكون في وضع صحي أفضل. طبعا هذا الكادر الوظيفي اللي معنا حاليا، وفي ما زال عندنا بعض الكادر يدرس برا في مجال الدكتوراه. طبعا كل مجال دراسة في بحث معين، ومخرجات هذه الدراسة راح نوظفها إن شاء الله معنا في المركز على حسب احتياجاتنا اللي موجودة أو متطلبات هذه الاحتياجات. الفحص عن الطفرات الوراثية المسببة لأمراض الخلل الجيني الواحد هو طبعا الحل الأنجع والوحيد عشان الحد من تناهي معدل الاتصاب، لأن الأمراض الوراثية لا يوجد لها علاج يشيلها من جذورها، وبالتالي الأمل إن ما يحصل هذا الشيء. طبعا ما زلنا نعتقد أن التوعية ثم التثقيف والتواصل المجتمعي هو الحل، وضمن هذا الإطار وجودنا معاكم اليوم هنا. طبعا في عندنا قناة في اليوتيوب فيها جميع انتاجات المركز التعليمية والتثقيفية، المؤتمرات، ورش العمل، اللقاءات التلفزيونية، اللقاءات الإذاعية، كلها موجودة في هذه القناة. يكفي فقط أنك تكتب National Genetic Center أو المركز الوطني للصحة الوراثية عشان تشوفها، وإذا اشتركت في القناة طبعا أي انتاج جديد يوصلك تماما. إذا تسمحوا لي بعرض بس كليب بسيط 4 دقائق عن المركز. وزارة الصحة لتجهيز مركز متكامل للتخصصات.
الشيوعات في المجتمع العماني للحد من معضلة الأمراض الوراثية وما يصاحبها من إشكاليات مرضية ونفسية على الفرد المصاب والأسرة والمجتمع، حيث تم افتتاحه في 20 من شهر نوفمبر في العام 2013 تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد 43 المجيد تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة. قسم التعليم والإرشاد الوراثي يقوم بدور حيوي في تنظيم خدمات الصحة الوراثية عبر عملية التعليم المستمر حول المستجدات الحديثة في مجال الصحة الوراثية للكادر الطبي والتثقيف والتوعية للمجتمع من خلال عقد مجموعة من ورش العمل والندوات والدورات التدريبية حول أخلاقيات ومبادئ علم الوراثة وتدريب المرشدين الوراثيين والمثقفين وعامة الجمهور وتبادل المعلومات حول الصحة الوراثية مع مختلف مستشفيات محافظات السلطنة. يهدف المركز الوطني إلى وضع قواعد ومركز بيانات مركزية لإنشاء سياسات وقائية تتعامل مع الأمراض الوراثية الأكثر شيوعاً في المجتمع والحد من معضلة الأمراض الوراثية وما يصاحبها من إشكاليات مرضية ونفسية على المجتمع والأسرة والفرد المصاب، هدف الارتقاء بالصحة العامة للمجتمع من خلال وضع الخطط العلاجية والوقائية لضمان الجودة والأداء. شكرا. إذا في أسئلة ولا شيء. Yes. How we can refer to you? Is it possible to refer you through the computer? Yes. Yes. It's the same system like referral to Royal Hospital. So it is coming as genetic disorders. It's coming as